دلوقتي احنا هندي لكل واحد فيكم ورقة اسئلة عشان نختبر قد ايه انتوا فاهمين بعض ومتفاهمين مع بعض وبتحبوا بعض وقد ايه انتوا بتحبوا بعض وفي بينكم كيمياء. هم هبوا بعض. احنا نهبوا بعض. في بينكم ايه؟ هم هبوا بعض. فكل واحد حدي له ورقة يبص في ورقته ما حدش يغش ونشوف مين اللي هيخلص الاجابة وبعدين هنشوف مدى تطابق الاجابة. جاهزين؟ جاهزين يا فندم. انا اتعب حضرتك. اتفضل حضرتك. بس يا فندم شكرا. شكرا يا دكتور. تقدروا تبداوا دلوقتي. ايه ده احل احله؟ حلوا مكتوب وبعدين هنسال الاجابات ايه. اوكي واحنا قاعدين دلوقتي حلوا بسرعه. بس ارجوكم كل واحد يبص في ورقته. مظبوط. ما احبش الغش انا كمان بسرعه. دي بتشطب على الاجابات كلها تقريبا. لا ما القلم ما بيكتفش. اصلا في حاجات مش فاكراها. انا خلصت الاجابه. خلاص الوقت انتهى. ايه ده؟ اللي جاوب جاوب بقى واللي ما جاوبش. اصحابنا اصحابنا منك ورقتك. ناخد ورقتك لو سمحت. اتفضل يا فندم. اتفضل. انا مايكي هي انا هاخده معايا. هيجي معايا. شكرا. ورقتك جاهزه. دي بتفكر يا استاذ في الاجابات. يا فندم الراجل ده حافظ ولا مذاكره حاجه. عشان قلمها عامله زي الطلبه اللي في الامتحان يقول لك القلم بايظ. يلا هنبدا. في حاجات مش فاكره. جاءت اللحظه الفاصله. برضو اللحظه دي يا جماعه لحظه خطيره. هنشوف الاجابات ومدى تطابق الاجابات. يا رب. سالنا السؤال الاول من مين اعترف بحبه للتاني. هشام قال كتب قال هشام وشيماء قالت هشام. مظبوط. السؤال الثاني مين رومانسي اكتر. هشام كتب هشام وهي قالت ولا حد. هشام بس اقوال لكن شيماء افعال. هشام هشام رومانسيته في الكلام بس. رغي نعديها عشان ايه الحلقه هتخلص. اعترف مش انت كده. ماشي وافعال والله. دخلنا في السؤال الثالث مين بيصالح التاني لما بيزعله. هشام قال ولا حد. لكن انت برضو قلتي محدش بيصالح حد. سألنا هشام في السؤال الرابع قلنا له مين بيدلع التاني اكتر. هشام قال ولا حد. اما انت فقلتي انا اللي بدلع اكتر. في السؤال الخامس قلنا مين اللي كلمته بتمشي في البيت. هشام قال احنا الاتنين وانتي قلتي هشام طبعا. الله يسعدك. السؤال السادس قلنا مين اللي ماسك مصروف البيت. هشام قال احنا الاتنين وانتي قلتي محدش. يعني احنا مفيش مصروف على مين بيصرف على البيت. مفيش مصروف اصلا. لا مفيش يعني. اللي يلاقي فلوس بعديها يصرفها. السؤال السابع مين اللي مهتم اكتر بشؤون الاولاد. هشام الحقيقه لاول مره يعترف يقول شيماء وانتي قلتي انا. طب الحمد لله اتفقتوا في حاجه. بتقول انا بكتب هشام. انت بتقولي انا. لا وايه على مضض يعني. وتحس كده ان هي انا وايه يعني انا. السؤال الثامن ايه اول هديه جابها هشام لعيد ميلاد شيماء. فهشام كتب ساعه. كتبت طبله. ساعه وانتي كتبتي طبله. جبت لها ساعة ولا طبلة؟ طبلة. لا ساعة دي كانت في الفالنتاين. لا طبلة في عيد الميلاد. طب طبلة ليه؟ عشان انا بحب انا بحب الطبلة. بس ما جبتلهاش طبلة عمالة تعيط بيها لحد النهاردة. جاب لي دف. عايزة طبلة من الصغيرة دي. انا بحب الطبلة. جاب لي دف. انا جبت لها دف عشان انا بروح للاستاد. قلت قال لي عشان التشجيع. قلت له انا بحب الطبلة. طيب المهم يعني ما علينا. في السؤال التاسع سألنا أول هدية جابتها شيماء لهشام. فهشام قال جزمة رياضيه وانت قلتي قميص. وبنطلون كمان الحقيقه. عمري ما يعني جابت جزمه ولا قميص. جابت قميص وبنطلون بس البنطلون عمري ما لبسته فتقريبا هو ده اللي عمل ال جبتي له جزمه ولا قميص. لا الجزمه دي كانت بعدها. قميص وبنطلون. طب بعدها كتبتها ليه؟ ما هو الجزمه جت بعدها برضو. جت بعدها بشويه. المهم دخلنا في السؤال العاشر قلنا بقى نخش في التفاصيل اكتر بقى. اكتر لون بيحبه هشام في هدومه ايه. هشام كتب ازرق والغريبه
ان هي كمان كتبت ازرق. على فكره اجاباتكم زي بعض كتير، سبحان الله. سالنا بعض، سالناهم وقلنا لهم ايه اكتر لون بتحبه شيماء في لبسها. هشام قال احمر، انا ما بحبش الاحمر، لكن شيماء قالت اخضر. اخضر صح، انا ما بحبش الاحمر. صح الاخضر، تبان عندي عمى الوان فكتبت غلط. ومين بقى اللي بيحب اللون الاحمر يا استاذ هشام؟ نهار ابيض، الناس اللي بيحبوا الاحمر بقى نعمل لهم ايه دلوقتي؟ بقى مرت البدله الحمراء. شكل انا اللي بحب الاحمر. دخلنا في السؤال 12 وسالنا ايه اكتر اكله بيحبها هشام من ايد شيماء. كله كتب، كله. ايه ده والله؟ والفطاير والعجاين. اشحن. اما هي انا بحسب في العموم، فكتبت قالت كشري ومكرونه بشاميل. ايه الاكلات إيه العاديه؟ انا بحسب كشري في العادي. لا دي بنتك اللي بتحب الكشري، شهد صفية الغاوية. لا ما شاء الله متفاهمين قوي قوي. انت مين؟ المهم دخلنا في السؤال 13، ايه سبب اول خناقه بينكم فاكر بعد الجواز؟ هشام قال مش فاكر، ولا انا. صح والله. وهي قالت برضو مش لا تعليق، مش فاكره. يبقى يمكن فاكره وساكته. لا مش فاكره. طيب والله ما فاكره خالص. هي كانت بعدها بشويه فتره طويله كمان، يعني عشان كده يمكن مش فاكرينها. لو كانت بعد الجواز على طول. لا اصل احنا فينا حاجه، احنا لما بنتخانق دي نصيحه لكل زوج وزوج. لسه نصيحتي ما حدش بيفتكر اصلا السبب كان ايه. خناقه تافهه من الاول. احنا بنكمل يعني ممكن نخرج مع بعض واحنا متخانقين برضه. يا ليه ده في ناس بيطلعوا نوته وبيكتبوا يوم كذا اتخانقنا ساعه كذا ويجيب لك الاجنده من 20 ساعه. والله هي الله يسعدها ويكرمها. في مره رحنا طيارنا طيارنا طياره واحنا متخانقين برضه. المهم اخر سؤال كان هو السؤال المفصلي الحقيقه والمحوري. سالناهم مين بيحب التاني اكتر؟ هشام قال لك صوفيا وشيماء. صوفيا وشيماء. وهي قالت أنا دي صعبة قوي يعني. عايزين الموضوع ده نشوفه. يعني انتوا اتفقتوا سؤالين بس. لا كتير والله. لو في تحليل نفسي يا دكتور موضوع أنا ده يا ريت برضه نعرض الورق ده على حد. يعني موضوع أنا ده صعب. محتاجين دكتور نفسي. بكتب شيماء أنا، بكتب هشام، تقول أنا. أصل لو كتبت شيماء يبقى كتير، فأنا عايزة أخلص بسرعة. بكتب يعني ألف نون ألف على طول. عايزة تخرج من اللجنة بسرعة. طب قولي أنا وهو. أنت بتكتب بسرعة. الاثنين. تبي هو. ما أنا عايزة أخلص بسرعة. حصل خير. عموما يعني عشان نتجاوز هذا الموضوع ينفع دلوقتي انا هستغل يعني ان معايا اتنين ممثلين موهوبين وعاوزكم تعملوا لي مشهد بيعبر عن زوج خاين قفشته مراته وهو بيبعت رسائل حب وغرام لصاحبتها على الموبايل. اتفضلوا وروني هتعملوه ازاي. مش عارفه، مش قادره اصدق يعني. مش عارفه قولي الجمله ابدأي بيها المشهد. مش قادره اصدق. مش في تمثيل كليشيه ناس بيحبوه بنعمله ونعمل بعد كده المشهد العادي. عندنا نوعين تمثيل. اتفضل. ماشي. نعمل الكليشيه الاول. ايه ده؟ مش قادره اصدقك. سامحيني. سامحيني. نزوه وهتعدي. مش قادر اكمل التمثيل ده. نزوه وهتعدي سامحيني. اعتبريها بدايه جديده لحياتنا. ونروح في اي مكان. نبدا صفحه جديده. اي كلام طبعا. نروح في اي مكان فيه حد عارف يتحرك. احنا قاعدين في البيت اهو. بس اعتبريها صفحه جديده وننسى اللي حصل ده. انت عارف انت عملت فيا ايه؟ مش عارف، مش قادر. انت كسرت قلبي. نصلحه كل حاجه تصلح. نوديه التوكيل ولا حاجه. انا معاكي. انا 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 نسيتها خالص. انا نسيت ثانيه واحده عشان هي بتكلمني بس مش قادر. لازم ارد عليها. هو كوكتيل تمثيل غريب بقى على بعضه يعني. بس بتغيري؟ لا خالص. عمرك فتشتي في موبايله؟ لا ابدا. خالص. ولا حاول. لو فتشت هتلاقي ايه؟ هتلاقي خمس ست جروبات كلهم في الكوره ورايحين الاستاد ورايحين الماتش. عشان كده انا عايز اقول لك حاجه. ايوه يا فندم. انا عايز اقول لك حاجه. أيوة. مهمه. ايه ده؟ جدا. الله. اوبا. جدا. انا اليومين دول يعني متظبط.
كمان يا سلام ربنا يخليك يا دكتور. وعليها رقم زيزو كمان يقلبها. ايه الحلاوه دي؟ ده صوفيا هتفرح فرحه بقى بالتيشيرت دي اللي بتعشق زيزو يعني. صحيح انت قلت ان والدك الاهلاوي هو سبب حبك وتشجيعك للزمالك؟ بنسبه كبيره جدا. لان هو اشترك لنا في نادي الزمالك وكنا ساكنين قريب من النادي، فهو اشترك في النادي القريب يعني. فالنادي القريب اللي هو بنعدي الشارع بنروح نادي الزمالك، فبالنسبه لي بقى ده النادي، نادي حياتي من وانا طفل صغير. قلت فعلا ان الزمالك واكل دماغي، والنتيجه ان انا بقينا قدام مشجع متعصب جدا. بس انا السنه دي والله العظيم ربنا يعلم وكله واخد باله، انا هديت التعصب جدا، ولكن في مشجع مع نفسه ضايع يعني. الزمالك واكل دماغي جامد، وهم عارفين يعني، والحياه عارفه كلها. بيعمل ايه في يعني؟ احكي لنا بقى. هو اولا يعني ممكن يفضل ساكت، ساكت خالص، ما يتكلمش، ماسك الموبايل مثلا، ساكت خالص، جيب له بس سيره اي حاجه في الزمالك تلاقي خلاص الزوجي شغال في اي مواضيع تانية، ونروح ونيجي ونعمل واحكي له تقولي شفت مثلا قالوا ايه امبارح على مش عارف مين لما اتصاب، شفتي ده وقالوا عاد، واجيب لها كل البرامج الرياضيه قالت ايه او اللي انا قريته كله. طب مين افضل لاعب في تاريخ مصر؟ في تاريخ مصر محمد صلاح بلا منازع يعني، وبمسافات واسعة. وبعدين؟ لأنه عالمي طبعا. يعني قول لي أول خمسة. أول خمسة يعني محمد صلاح طبعا، يليه حسام حسن طبعا رقم واحد بالنسبة للإنجازات والأرقام وكده، حسن الشاذلي طبعا، حسن شحاتة، محمود الخطيب، دول خمسة مهارة وأهداف ومكانة وكله. أنت بتعرف تلعب كرة؟ يعني كويس يعني بس اصابات بقى ووزن، بس شغال برضو. طيب احنا فقره دي اسمها قلت ولا ما قلتش. هشام، قلت كان نفسي اشتغل معلق رياضي وقدمت في مسابقه وما اتقبلتش؟ لا مش ما اتقبلتش والله، هم تقريبا لغوا الفكره كلها، بس قدمت. كان نفسي اعمل الحركه دي في خلال السنين اللي فاتت دي وانا كده ممثل، كان عجباني الفكره جدا ومستهوياني يعني، لكن مش ما اتقبلتش، ما نفذوهاش اساسا، لان كانوا. طب وريني كده، لو انت معلق رياضي هتتكلم ازاي؟ بكون بلعب مع اصحابي بلاي ستيشن ساعات، بعلق على الماتشات. نشوف كده حته كده بسيطه كده يعني. كابتن حماده امام مثلا الله يرحمه كان يقول ايه، وماشي بالكوره ولعب كوره حلوه ويلا وهوبا جو 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 جون، مش ممكن مش ممكن، هات من الشبكه يعني. كنت مستهواني الحكايه. مين تاني غير كابتن حماده امام؟ كان في زمان بقى اسمه كابتن، اسمه جويني طبعا، الله يرحمه. طبعا لعبها مع ميا ويطلع شوبير يظبط كوره تقطع منه عباية مياه جول. يعني هو كان فيه كده ستايلات كده. كابتن لطيف. جول 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 جول، سيبه سيبه، خش يا شيخة خش، حرام عليك جت في الخشبة كده يعني. علي زيور. علي زيور لو كان بيقول مثلا محمود الخطيب سوبر جامدة جول جول الهدف الثالث للنادي الاهلي كده يعني. مين الشربيني ده؟ صعب عليا بقى، انت بحبه من الجداد، الناس بقى الجيل الجديد. الجيل الجديد هاني. قول لي بقى. في معلق طلع اسمه الكواليني. طبعا. والاعملوا التين يجيبوا الجون التين، يا لا مش ممكن، منتخب مصر يا ناس، سكر اناناس، بيقول كده مش عارف ليه. وايمن الكاشف طبعا اللي هو اللي هو انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد، وكره جول 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 جول. مش عارف ليه بقوا كلهم بيزعقوا فينا الفتره الاخرانيه دي. مين كمان؟ طب في اللي هم في العالميين اللي هم بيذيعوا بقى المحطات الانجليزيه، كابتن ميحيى الشلبي طبعا ده خطير خطير. ولعبه واحده وهبه ويلا خطيره 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 خطيره، يا نهار ابيض يا ليله يا ليلة، يعني بيعمل حاجات من دي كده. هشام، قلت عمري ما هشجع الاهلي حتى لو بيلعب باسم مصر. ما هو كل الناس بتلعب باسم مصر. كل الانديه بتلعب، انديه مصريه كلها. ولا هشجع بيراميدز ولا هشجع اي فرقه تانية غير الزمالك يعني. يعني لو بيلعبوا في ماتش في افريقي بقى مثلا يعني، محفل دولي عالمي بتاع مش عارف ايه، اتمنى الحياد يعني، التوفيق للفريقين يعني، زي مذيع زمان برضو التوفيق للفريقين كده. يعني انت الاهلي بيلعب مثلا في كاس الانديه ما الأهل. حدش بيشجعنا ولا دكتور والله، لو حد بيعبرنا احنا معاهم برضو، ما حدش بيشجعنا، ده احنا ما بنلعب ماتش في افريقيا ولا في ماتش دولي،
بلاقي امي. لا والله مش كلهم دخل والله. ده دخل اه يعني بس يعني والله. في بتاع 10 ما بيعملوش كده، في بتاع 10 افراد انا عارفهم يا مفتري في الهاند بول مثلا بلاقي ناس مرحله ضد الزمالك في كل الالعاب، فبلتزم الحياد بصراحه، لا بتمنى الهزيمه كده ولا كده، بالتوفيق للفريقين. قلت يا هشام مش هكون ابدا بطل لاي عمل من تاليفي؟ ولا بطل ولا حتى حب ولا حتى احب امثل فيه. قلتي هشام في البيت بيبقى مبوز طول الوقت لما بيجي يكتب كاتب المبوز مع الكاتب المبوز الفوز بتاع لما البيت يقلب فوز البيت ايوه وشعر منكوش بقى لما يبقى لما بيبقى مركز في العموم يعني كده بكتب. لو سمحت يا جماعه مش عاوز صوت، لو سمحت مش عاوز صوت لو عديت بس لو حد عدى بس عدى بس اللي هو ما حدش يتنفس بصوت عالي يا جماعه، اتكلموا بعض بصوت واطي لو سمحت، تلزم صوت واطي لو سمحت، مش هتبقى خلص بس الحته دي وهبقى معاك وهبقى معاك على طول يلا خلص بس الحته دي لما ليه مسترسل في حته كده تيجي تسمع ايه هو انت جبت مش عارف يا لا حتى لو كله ساكت لو كلنا ساكتين وحد جنبك يا جدع هو مين اللي اتكلم ايه ده هو في حد اتكلم هشام قلت بتضايق لما حد يقول عليا فنان الكوميدي؟ بتضايق انا ممثل عموما وفنان يعني كلمه فنان حتى دي قيمه كبيره على البني ادم انا ممثل و... طبعا الله يخليكم ويعني واحب كلمه تشخيص ومشخصاتي كلمه بتعجبني وممثل كلمه بتعجبني بحب فكره ان انا بجسد الادوار دي لكن الفنان الكوميدي بحس ان هي وظيفه او متخصص في وظيفه في مهنه يعني مهندس بترول او ده طبيب اسنان يعني الفنان الكوميدي لا هو الحقيقه لا ما فيهاش تخصص ده فنان بيمثل كل الادوار اللي عاوز يعرف انت فنان قد ايه ويعرف انك انت متنوع قد ايه شوف ذات الله يخلي حضرتك صح انا بحب ذات انت عامل دور في ذات انا بحب ذات فعلا ايه ده مفيش ابتسامه الحمد لله شخصيه الفيلن الاجريسيف الشريره بكل معاني الشر الله يخلي حضرتك ويمكن السنه دي قعدت برضو ادوحر في الحته دي لحد ما عملتها في الاختيار برضو اثبتت فكره التجسيد بتاعت الشخصيه معروفه زي البلتاجي وفي نفس الوقت شخصيه جاده يعني فالناس شافت الفرق يعني شيماء قلتي هشام زوج مش رومانسي خالص لا 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 خالص ما قلتي ايه عشان هنروح مع بعض قلتي ايه يا شيماء وبعدين الزوج مش مطالب يكون رومانسي اصلا هو ولا عشان قاعد جنبك طب بص بص دور وشك دور وشك الزوج مش محتاج دور وشك دور وشك دور وشك كده كده شويه لا 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 ما بيكون يعني شاوري بايدك لا لا ما قلتش هي وجهه نظرها زي ما حضرتك جاوبت في الاسئله اللي هنوديها للدكتور النفسي كده انا هو انا وبعدين هو بتاع اقوال وليس افعال هو بيتكلم كلام حلو لا 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 هو لما بيبقى فاضي او ما وراهوش حاجه يعني شغله تفكيره ده قليل جدا فوقت قليله جدا بيبقى لطيف قوي قلت ان احمد مكي من اهم كوميديانات مصر طب في تاريخ مصر كمان في تاريخ مصر طبعا يعني لو هتحط 10 في تاريخ مصر من اهم الكوميديانات احمد مكي من بينهم قول لي العشر طبعا استاذ نجيب الريحاني استاذ عادل امام استاذ فؤاد المهندس استاذ عبد المنعم مدبولي محمد استاذ محمد هنيدي طبعا استاذ احمد مكي واستاذ احمد حلمي مش عايز انسى من الجيل القديم لان في كان ناس مهمه جدا كمان بس يمكن اسماعيل ياسين طبعا فاعتقد ان هو في العشره طبيعي احمد مكي لازم هيحتل مكانه مهمه يعني قول لي بقى امتى بدات حكايتك مع التقليد مع التقليد دي من صغري طيب هطلب منك بعض الاسماء تقلدها لي بعد اذنك دي حاجه صعبه جدا الاستاذ الاعلامي عمرو اديب بسم الله الرحمن الرحيم احاول كده ان شاء الله احاول النهارده حصل موضوع غريب جدا الناس عاوزه تنزل تجيب بضاعه بالشيء الفلاني الشيء الفلاني مش موجود طب هات من الموجود انت ليه عاوز توجع دماغك يعني مثلا مش قادر اروح له قوي مش قادر مش عارف قربت الاستاذ عادل ادهم كان في جمله دايما احب اقولها احنا متريق لما كان في فيلم جحيم تحت الماء وكان متجوز ليلى علوي قال له عمو يا دي بنتك قال له لا يا حبيبي دي مراتي بس انا احب اتجوزهم صغيرين انا مش مجمع خالص السكه دي مش مذاكر يعني لو كنت مذاكر كنت مره طلع معايا في حلقه على الراديو يا نهاري انا في الراديو بقى منطلق قوي مش عايز اقول لك انا كنت منبهر الحلقه دي وكانت على اذاعه الشرق الاوسط صح مظبوط صح يا دكتور انا بقى منطلق في الراديو جدا ما حدش قال لي بقى اللي انت عاوزه محدش شايفني
قلد بقى اللي انت عاوزه. هقول لك، بقى لي فتره مثلا بتفرج على الفيديوهات اللي بيعملها شباب كده، يعيني هم ايه حابين التمثيل والسينما ومش عارفين، بس بيعملوا فيديوهات ساذجه فوق الوصف يعني. فبقولها دايما، بقولها لو كان استاذ رفيق الصبان عايش الله يرحمه، وانا كنت بحبه جدا واحب اسمع تحليله للسينما، ويوسف شاهين واستاذ شاهين، بقعد اقلدهم لما بيشوفوا الحاجات دي، بقى ما بلاقي الحاجات ده. فبقولها الحقيقه الفيلم اللي شفته النهارده كان فيلم غريب جدا، فيلم بيتعرض لقيمه القتل، بيشجع على القتل، يحرض على القتل، وده سينما جميله كنا مفتقدينها بقالنا فتره. النوع ده من الاعمال لازم ترمى في صفيحه القمامه. النوع ده لا يجب ان يعرض على اي وسائل من السوشيال ميديا ولا التلفزيون، لانه شيء صعب جدا. لابد ان هم يروحوا يحبسوا نفسهم فتره طويله ويشوفوا ايه السينما الانسب ويقدموها، انما بهذا المنظر هيجي لنا احنا شلل، هيجي لنا هننتحر كلنا، حرام. ده شيء حرام يعرض اصلا على قنوات او على موبايلات. الله يرحمه دكتور رفيق الصبان. الله يرحمه دكتور رفيق الصبان، كان رهيب. استاذ يوسف شاهين. استاذ يوسف شاهين بس عنده هو يعني بيهجم هجومي جدا. ف دي تقولوا ايه يعني؟ انتوا بتعملوا ده ليه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ ايه القرف اللي بتعملوه ده؟ عايزين تعملوا ليه؟ ليه بتعملوه اصلا؟ عايزين تقولوا انت كده تخلص عملت السينما اللي انت نفسك فيها؟ طب ما انا عملت لك السينما اللي انت عاوزها، وانت بتعمل ايه؟ ده حاجه ما حدش يشوفها يعني مثلا كده، يعني حاجه بالسكه دي. لما بشوف حاجه كمان ببقى منفعل في التجربه يعني. دكتور عمرو خالد يا اخوانا، النهارده عايزين نتكلم عن موضوع مهم جدا. عاوزين نتكلم عن الدايت يا جماعه، مش كده؟ مش كلنا دخلنا برضه؟ كلنا مالينا جامد. ها الشتاء متاخر يا اخوانا، الاكل هيجي اكتر، هناكل اكتر في الشتاء، هنتخن. يبقى ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا. العشاء يا اخوانا بعد 10 بالليل ما ينفعش يا جماعه. كل ده بينزل في الجناب، هنموت كله، هنلبس منين؟ وتاني حاجه نخف الرز شويه، ممكن معلقتين خلاص، انا حسيت بطعم الرز، مش لازم كل يوم رز واملى الحله. كل ده بينزل يا جماعه، مش كده؟ هما نوعين، خضار ولحمه، او خضار من غير لحمه، يعني كفايه يا جماعه. صحتكم هتضيع، كلنا هنمشي نخبط في بعض يعني. بقعد اقنع نفسي كده بحاجات كده. عمرو الليثي مش فاكر، بس ممكن احاول يعني عشان حضرتك قاعد يعني. ممكن انا زمان شفت لحضرتك حلقات كنت بحبها قوي، كانت عن المشير عامر، فكنت بحبها جدا، كنت حرك جد جدا فيها، وقبل ما تبقى كده يعني مقدم لذيذ، قبل ما تبقى مقدم منوعات لذيذ كده يعني. فقلت له انت في الفتره دي تعرضتي لمشاكل من بعض القيادات اللي حواليك؟ كنت يعني بس معظم حضرتك صوتك اكتر يعني، لانه كان يعني موجه للضيوف قوي. لا مش مذاكر، معلش يا جماعه اعتبروني من منسوت النهارده في امتحان التقليد. قول لي مين حد قلدته اتضايق منك؟ اطلاقا والله يعني مفيش. لا بالعكس، اصل انا ما بقلدش سخريه من الشخص، انا بحطه في موقف وبحاول اخليه بصوته هو وكانه هو بيتكلم بجد عن هذا الموضوع، فما فيش سخريه من الشخص نفسه، لا عمر ما حد. انت كمان بتغني وما شاء الله صوتك مش بطال يعني. ايه رايك نسمعكم انتوا الاثنين في دويتو كده جميل؟ الله الله، هو بيعرف يغني. انا مش بعرف اغني خالص. اغني بجد ولا اغني بهزار؟ جد. انت بتعرف تغني باصوات بتقعد تدخل بيدخل؟ بقعد ساعات اغني الاصوات اللي نازله في اغاني ثانيه وكده. يعني يعني بحب اغني مثلا امانه عليك يا ليل طول بتاعت كريم محمود بصوت محمد فؤاد، عشان كان مره غناها في فيلم كده. ف يلا بينا، ممكن اغنيها بالطريقه دي او اغنيها بصوتي عادي يعني. لا بصوت محمد فؤاد. ماشي. انا بحب صوت محمد فؤاد جدا، فيمكن هو برضو اكتر اغاني بحب اسمعها. واستاذ علي الحجار يعني اكتر ناس بحب نغني جزء منها بصوت محمد فؤاد والجزء الثاني بصوت علي الحجار. ايه الصعوبه يا دكتور؟ انا لياقتي قلت على المواضيع دي، ولا سني ولا لياقتي تسمح لي بالحاجات دي. اختبار تمثيل. اختبار تمثيل صعبه. امانه عليك يا ليل طول وهات العمر من الاول، امانه عليك يا ليل طول وهات العمر من الاول، بحب جديد وقلبي سعيد، يا ريتني عشقت عم نول. امانه
أمانة 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 ليلي ليلي مثلا. الله الله حي الحاج جارة استاذ محمد فؤاد. اه حلو قوي. يتكلم محمود اصلا يعني. طبعا ممكن اغني عادي بصوتي بس يعني مش هيبقى بنفس الفعاليه بتاعت الاستاذ. ناخد عيل حجار سنه وكمل بصوتك. وحب استاذ مدحت صالح جدا كمان. يبقى ناخد عيل حجار حته. أيوة. ومدحت صالح احنا معانا يعني. يلا نقول ايه طيب لمين يقول ايه؟ ممكن ولا ممكن اغني لها بقى رومانسيه بقى؟ طبعا استاذ علي الحجار طبعا. بس بص في عينيها بقى. وامسك ايديها لو عايز برضو يعني كده. يعني خلي ربنا يخليها بس بس خلاص. اه الحمد لله. عارفة مش عارف ليه متونس بيكي وكأنك من دمي ترارا على راحتي معاكي وكأنك أمي دندا عارفة ترارا مش عارف ليه ترارا متونس بيكي وكأنك من دمي ترارا على راحتي معاكي وكأنك أمي ده بس يعني. مدحت صالح بقى يقول لها ايه؟ في أغنية بتحبها. مدحت صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبي يا عاشق يا حر زي طير شاور حقول حاضر للحب قلبي أسير الحلم ده حلمنا والحب من حقنا مين اللي يمنع طير إنه يطير في السماء الحلم ده حلمنا والحب من حقنا مين اللي يمنع طير انه يطير في السماء مثلا يعني. لا بيحبك بجد. شكرا شكرا. يعني انا بحب صوت مدحت صالح اكتر تقريبا فالاغنيه. بحبه. بحب الاغنيه اكتر يعني. قبل ما اختم الحوار عايز اعرف بقى كل واحد مشاريعه اللي جايه ايه؟ اخبار الكبير ايه في رمضان الجاي؟ ان شاء الله يعني بنسبه 99% فيه ان شاء الله. وعندي مسلسل برضو تاني في رمضان باذن الله مع النجمه ريهام حجاج. وبيتعرض لي عندي مسرحيه مع دكتور يحيى الفخراني ياما في الجراب يا حاوي الحمد لله يعني تمام. شيماء هو في مسرحيه ان شاء أيوة. الله على يعني ان شاء الله في مسرح الكوميدي ان شاء في الله الشتاء. في الشتاء باذن الله وانا معاها برضو. ان شاء الله بنعمل بروفاتها حاليا بس هو ده. وفي دي حاجه بقى تانية خالص غير التمثيل في بروجكت كده يعني حاجات للاطفال اللي هو العشوائيات هعمل لهم حاجه زي ورك شوب كده ونطلع مسرحيه ان شاء الله بس رائع. ممكن اتعاون فيه مع بعض على فكره. ده شرف لينا يا ريت نشتغل الحاجات دي. ده شرف لينا. انتوا النهارده اسعدتوني يا هشام. يا رب ما يكونش بس الاغاني دي يعني. والله انتوا اسعدتوني. وبعدين انت مش فنان عادي انت فنان بيقولوا ايه معجون بميه الفن. ربنا يخلي حضرتك في كل حاجه. والحقيقه البدايات بتبشر بده والنتائج جايه قدامنا. انت النهارده واحد من الناس النجوم الساطعين جدا جدا في سماء الفن والحقيقه بتقدر تعمل كل دور بشكل مختلف وباتقان رائع. ده شرف ليا. وشيماء موهوبه ومن زمان عامله شغل بديع جدا وجميل جدا جدا وانا بقول يا جماعه ركزوا معاها دي فنانه موهوبه. ده شرف لينا يا فندم. انا بقول رايي و... لا ده راي حضرتك على راسنا طبعا. ده رايي. نورتوني اسعدتوني. انتوا اتنين من الناس اللي احنا بنقدرهم وبنحبهم وبنستمتع جدا بفنهم. شكرا يا دكتور. متشكرين لحضرتك على اللقاء الجميل ده. شكرا. كان معاكم هشام اسماعيل النجم الجميل والفنانه شيماء زوجته ثنائي ناجح في العمل والحياه هما اتنين من اجمل الناس نورونا النهارده في واحد من الناس. تصبحوا على الف خير.